أطلق صندوق تحيا مصر قوافل مبادرة أبواب الخير لرعاية 5 ملايين مواطن بكافة محافظات الجمهورية. تستهدف المبادرة توفير المواد الغذائية للفئات الأكثر احتياجاً من أهالي قرى ونجوع مصر بالمجان، حيث يتم تنظيم قوافل تجوب محافظات الجمهورية وخاصة المحافظات الحدودية والأماكن النائية لتوصيل المواد الغذائية إلى مستحقيها. واستهدفت المبادرة خلال عام 2023 أكثر من 3 ملايين مواطن في 27 محافظة بقيمة 177.5 مليون جنيه. شرفت المؤسسة النهاردة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر في إطلاق قوافل أبواب الخير، ودي القافلة الأكبر من نوعها جنبا إلى جنب مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية في ظل ظروف اقتصادية استثنائية. وبنأكد أن مؤسسة حياة كريمة هتعزز على دورها الفترة القادمة بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ورعاية الفئات الأولى بالرعاية. جميع الجمعيات اللي قدام حضرتك، كل المجتمع المدني، وأنا بقولها علنا، مصر لم تحظى في المجتمع المدني منذ عشرات السنين باللي احنا عايشين فيه. مفيش أسر إن شاء الله أولى بالرعاية أكثر احتياجا في أي حتة هتكون مصر اللي هتكون معاها. إيدينا في إيديها، قلبنا قلب واحد، عقل واحد، وأنا بقولها إن في مصريين بيتبرعوا من كل دول العالم. مشتركين في قوافل كثيرة ومبادرات كثيرة منذ نشأة الصندوق، حوالي 8 مبادرات أخذها نور حياة. وبنتكلم في مبادرة النهاردة اللي هي مبادرة أبواب الخير، احنا مساهمين معاهم ب 206 ألف كرتونة لكل محافظات الجمهورية. والحقيقة صندوق تحيا مصر بيؤدي أداء مؤسسي عالي وصاحب رؤية سباقة دائما، وهو نجح في التنسيق بين مؤسسات المجتمع الأهلي بشكل راقي وبشكل محترم وبشكل احترافي. استمرارا لمجهودات صندوق تحيا مصر في دعم كل الفئات الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، صندوق تحيا مصر بيطلق اليوم بالتعاون مع شركاء الخير والتنمية من مؤسسات المجتمع المدني والبنوك ورجال الأعمال والمتبرعين قوافل أبواب الخير لرعاية 1 مليون أسرة في كافة محافظات الجمهورية من خلال توفير 1 مليون كرتونة مواد غذائية بالإضافة لعددا من الأغطية والمفروشات.